لا المهم جاء وقدها قال لا لا وقف وقف وقف. المهم يوم قدها بي ينوي انه يختار واحد فيهم، فشافه يجيه بزرانه ومات قهر، اعطي من كلهم قطعه مني. قال تكفون وما ادري وش من ذا الحي ذي تكفون. قال ذا اذبح مرته، خذوا ذا واذبح اول مره لبيه. اخذ اخذ ابو سالم، عندي اثنين. لا بروح خلاص، عندي اثنين خله معي، بروح خلاص عندي اثنين في ديتك. عندي اثنين تكفى يا رب افداك يا ابو سالم. قال اي اذبح عمرته. قال ابن اذبح عمرته قدامه. فضاك بلعب بلعب انا نط على واحد منهم ذا جوده هم واجد. قال يعني ما تبينا نذبح؟ ما راح نذبح، كانت ما راح نذبح، بس بنذبح مرتك وعوالك قدامك، تعطينا واحد ولا لا؟ كذا يعني بطرها. المهم قال الكبير اخذ الكبير، جود الكبير وخذه. كل ذا 5 سنين وذا 4 سنين او بينهم سنتين. المهم مات، قفوا بالبزر وراح، وهو يعني زي اللي انكسر ظهره، مو بنكسر كسر لا، يعني خلاص ايس من الدنيا. قعد هو يبكي يبكي عن جثة مرته، والبزير يبكي وما يقدر ايش يسوي، وحالته حاله، وقومه مذبوحين وخيامهم تحترق. جلس لين اصبح الصبح عليهم، خذا اللي من الحصن اول بل ركبه وبزره، وخذا معهم زاد يمشيهم 3 ايام يروح بيدج في الارض، اي قوم بيزبن عنده. المهم يروح يزبن عند رجال ومرته، ما يجيبون مزرع عقم يسمى صح؟ عقيم ما يجيبون مزرع، وعندهم من الغنم وعندهم من البل ثنتين يغتبقون منها. قال انا كذا سالفتي كذا، فخذها الشاب وجلسها معه. الشايب هذا مجله من الدار، مجله هو عجوزه مجله من قومه، ذبح رجال وما ادري جلوه، تعرف النظام. وراح وجلس في الديره جلوه، ايه مجله بل هو ومرته وحلاله وخيمته وناقته ورحوله. جلس عندهم وقدهم شيء مجلى لحاله ولا معونه؟ اي لا هو ولده. اي قال ايش سالفتك؟ قال سالفتي كذا 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 كذا، وانا ما عاد ادري وما ادري وش. الشايب ذا من ادهى واشجع الفريس اللي مروا على الزمن ذاك، بس كذا شايب وما ادري ايش يسوي. ولدي راحوا به، ما ادري هو حي ولا ميت، ومرتي ذبحت قدامي، ولا عاد عندي من في الدنيا ذا كلها الا بزري ذا. ويعني هو زي اللي ما هو بفارس فويرس يعني، ايه يقدي نفسه. ايه الشايب الشيبان سبحان الله يعني لهم نظرة، لهم خبرة سنين ومن أول غير. شاف البزر ودرى أن ذا البزر مصيبة، درى أن ذا البزر شال في قلبه ما صغير أبو 4 سنين، لا الكبير خذوه. درى أن البزر اللي مع أبوه، قال أنا اسمح لي ألعب معه، ألعب لعب، ما قال بدربه، قال بلعب معه ألعب. الرجال ما يبي ولده يتدرب، ذال انه لا كبر ولا صار 14 15 راح يدور اخيه، يبيه زي كذا ما عاد يبيه يفقده. الله الله. قال بلعب معه من ذا الحكي، هو كان يسكر الشيخ العجوز الشايب ذا، يقول ما ابيه، ابيه اقعد عندي، ما عاد ابي شيء من الحياه، ما عاد ابيه يفارقني. المهم طلع عمر السلامه، وقام الشيخ كل ما قام الصباح ابيه يرقد، يرقد لين الظهر. كل ما قام الصباح خذا له عصا وعصا، وقام ها يلعب معه، وكل ما شاف ان الصبي يراده ضربه بقوه على يده. كان يصيح البزر، قال انتبه، الضربه ذي ما عاد تنساها، ضربتك ذي ما عاد تنساها، بكره جوك بالسيوف عرفت كيف ترد. وجاء مره ثانيه وطخ طخ طخ، عود ضربه في نفس الجهه، في نفس الجهة. المهم عقبها بأسبوع على ذي الحالة، يوم رقد الصبي في الليل يرقد عقب العشاء، فجاء يبيه ويبي يسكرها بالسناح يغطيه، فشاف يد ولده زرق، حط في نيلته، محط في نيلته الا خط حمر زرق زي جسمه مضرب تضريب.
وراح يجري العجوز الشايب يمسكه من انت وانت قال صلى على النبي ولدك كذا 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 ولدك ان جاء عمره 15 سنه وبلغ سن المراهقه صار ولدك راح يرد منها علوم ولدك راح يجيب ولدك الثاني وراح يصير شيخ قوم وراح اغلب القوم والعربان تهابه سحب على كلمه الشايب قال له عد دربه يوم جاء الصباح وركب ولدها وراح ولدها الحين يعني ها قدها يعني هم طولوا يمكن قعدوا سنه حولها سنتين في يوم راح وتعدى فدرى انه وين رايح انا وني رايح انا ولد وما عندنا زاد عود عليهم قال انا ما ادري وش يعني انا مالي الا انتم ومن ذا الحكي وانا اعتبرتكم بس اترك ولدي قعد كل شيء قال خلاص بس راك راح يعني تندم ومن ذا الحكي المهم بيبيه راح زي العد ميراد ساق البل يكفي الشايب العجوز المنه زي الزلقه وما ادري وش وجاه شيء في ظهره مو بكسر ولا شلل بس ما عاد يقدر يمشي مثل اول الا اي الا بعصا صار يكفيه الولد عاد جاوا يعالجونه وذي اشله ويحطونه على المله من اول المله يعني يا بالفيت انهم عند المله انها ادواء قام ينسدح عندها وزي كذا فقام الولد قام ابو 7 6 سنين قام هو اللي يودي البل ويجيب الغنم فقام يجي الشايب يقول انا ابي اتدرب انا ابيك تعلمني قال ابيك كذا قال ما عليه ابي ما عاد يدري انا لازم الحين ابي كذا وانتم اذا وما في البيت يعني الا انا النشيط لازم اني اروح بالحال وارجع لازم اني اتعلم المهم علمه يمكن قعدوا هنا عندهم 10 أو 9 سنين صار الولد ذا السهم ما يخطيه الرماه في عين وقع في نص العين الرماه في القلب وقع في نص القلب والرمح والولد ذا طلع يعني كبير القامة كبير الله يعني رجل ضخم جدا جثة وهو عمره ما يقارب 16 أو 17 سنة زين قولوا راح العجوز بقى الشايب وبيه فقال الشايب دار أنه خلاص على آخره قال اسمع الحلال وذي كلها أنا الله ما رزقني وانتم اعتبرت عوالي تراه لكم ثنتين من البل والغنم ومن ذا الحكي قال هو خلاص المهم قال يبا حنا جشتا نبي نروح في مكان طامن ومن ذا الحكي عشان الشتا والبرد والحلال وحنا المهم يروحوا ويتقربون للعد للماء المهم شافوا هناك زي القوم لهم جاهم القوم قالوا ايش تبون وماذا قال انا بل انا وشايبي ما يقدر يمشي وانا مع غنم بل ابي اقارب من العد ونازل تحت في اطمان ما بيشتا والبرد وذي يذبحها لنا ويذبحني قال لازم تروح الشيخ القبيله يروح معهم شيخ القبيله يدخل عليه وقومهم مي بالقوم القوم لا قوم على قدها مي بواجد يدخل السادة من شيخ القبيلة قال علم كذا 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 قال لا إلا تعالوا بيننا والشيخ ذا عنده بنت ولا عليه عوال قال إلا تعالوا عندنا وانتم منا وفينا ومن ذا الحكي فقام يشرح له وقام يجاوب بيه وبيراعي قصص ويحافظ من ذا الممدعوه قال وعلهم السالفته أن ذبحهم مرتي وخذوا ولدي ومن ذا الحكي الشايب قال الرجال كذا وكذا فيهم رجال عور فيهم رجال له 6 أصابع في يده اليمنى قال إيه قال بس قال تكفى منهم وما ذا قال ما قال هذولا مهو بقوم هذولا زي اللي قطاعين طرق يجون يغزون القوم يحشرونهم إبادة كلية ويختفون ما لهم مكان معين ما لهم قوم كذا يذبحون العربان ويروحون يجلو ويأكلون ويأخذون من الغنائم يروحون لا من فضوا عودوا غزوا قوم ثاني ما يقارب 30-40 رجال بس انهم يخلعوا الواحد قال تعال الولد كان يسمع وهو يبني الخيمة يسمع العلوم كلها مات الولد من القهر يتخيل اخيه اللي ابو 20 سنة بين الحونشة القطاعين الطرق
اخوه اللي خذوه، هم خذوه اخوه راح، كان يفكر يقول اخوي كيف عايش الحين، لا ملجأ ولا خيام وكيف يوصلوا البرد. اليوم جاء وقاموا معهم، والشيخ اعجب في الصبي، لجوا الرجل له اللي يذبح ويكفيهم ويرد البل ويخم ابل الجماعته قومها اللي معه، وهو اللي يسقيها ويردها ويحماها ويقعد معها بنفلاها، يعني اعجب فيه الشيخ. قعدوا معها يمكن 5-6 سنين صار منهم وفيهم، وقال دعاه الشيخ قال اسمع، قال ادعي لي بيك اليوم عقب المغرب تعال. يوم جاء الملك موجود، قال الرجال خطب البنت، بس انا ابي يعني اني انا اللي طالبك البنت، انا طامع فيك. قال بيه تم. قال وانت يا ولد؟ قال انا ما اطلع عن شربي، زوجتك فلان زوجتك فلان تزوجوا. بنته يعني بنته ايش اقول لكم كيف امثلها لكم؟ ما طب في الثرى مثلها، من حسن ومن جمال ما خلق. خطبوها في الريس العالم كله ولا قبل، وقدها كبيرة أكبر من الولد بسبع سنين. كم عمره؟ يمكن أبو هو أبو 19-20، لا والله صغر، اللي قدها 22-23 وهي لا هي 30-29. المهم وزوجها قد صغير قدها من أول الواحد أبو 14-15 سنة يعتبر رجال ورد البل خلاص. وهذا يعني شكله المزوج، والولد تقول المراه ما يدري بيها، تقول لجينا في الليل قام يقول عدنان اخيه تذكرت اسمه الحين، يقول لا جاي يرقد، قام يصيح عدنان والله ان رجعك يا عدنان، والله ما ادري ايش يقول يا عدنان. يقول ام جليل يقول قد مرته حامل وقدها بتلد. يقول يوم جليل زي الساعة 12 وحدة، يقول الصياح يقول لا والقدور والضو والنيران من ذا الحكي. يقول يوم قام الولد وطلع لهم من؟ لهم الرجال اللي ذبحوا أمه وخطفوا أخيه حقين 6 أصابع. يقول أول من شاف أبو لطمة اللي ما مغطي عينه، يقول كأنه مبشر بالجنة، ما هو بشايف ناس قوم وذبح. يقول فينزل فيهم أبادهم إبادة، يقول فيهم واحد أخطر واحد يمكن يقابل 20. الولد هذا من هو؟ الصبي هذا من هو؟ أخيه. دقيقة سياف دقيقة. يقول الصبي هذا أخيه، يقول ومثله وأعدى، مثله وأكبر من القامة، جثة أكبر من أخيه. يقول يوم ذا ويذبح المقطوع راسه ويجود ابو 6 أصابع. عدنان وينه؟ يقول يضحك. عدنان وينه؟ يقول وتحاربوا القوم، يقول هم طقوا نصهم طقوا. يقول هذا يقول جايني، يقول كانه يشوفني مو بعدو، كانه يشوفني كاني ذابح اهله. يقول يتبارز معي، يقول اتعبني. يقول ما ادري، يقول اخر شيء يقول رافع السيف يذبحه، وش قال ذا؟ قال سامحني يا عدنا انا ما وفيت بو عدو وجيت لك لبو. يقول قال كذا وقف، قال من عدنا؟ قال وقف يعني انصدموا، قال من عدنا؟ قال عدنان اللي اخوي واختفوه. يا ولد انسولف. قال عدنان اخوي اللي انخطف، يقول انفك وجهه اللي يقول عرف انه اخي. يقول افطار ظلك طقوا، ما عاد بقى له ظل 2 يتحرمون الاخوان. يقول يوم درنا عدنان يقول استانس ويطير ما ادري وش صار معك وذاك وابي وامي وما ادري وش. عدنان دخل في صدمه يوم راح معهم، ما صدق ان امه ميته، كان ينشد وين امي. يقول ذا ويقول جيت وعلمته. يقول يوم قلت قال وين امي؟ يقول انا استشكيت، قلت موجودين كلهم.
يقول يوم ذا وطلع الفجر وحاول ذي وجينا صحينا ابوي وقال هذا من؟ يقول وعلمه عدنان اخوي رجع قال لا مو بعدنان عدنان مات يقول هالشاي. قال قام يذكر عدنان تذكر يا ابوي حنا كذا وكذا الهم تعرف على عواله. صار عدنان يقول امي وينها؟ صاروا يتعذرون يقولون امك هناك وهناك. هو شاف ان امه تذبح بس ما صدق داخل في صدمه ان امه عايشه. يقول عقب ذا ومرت اخيه ولدت وجابت ولد وسماه عدنان وعلموه بعدين ان امه توفت. حبس عمره زي اللي يقولون حبس عمره في غاره اللي في راس جبل لا تقربونه من اول اللي يطق او انه من ضيقه او من غبن ويروح لا تقربه لانك لو كبير راح يذبحك. يقول قعد هناك اسبوع يقول مات الشيخ اللي ماخذ بنته اللي اخيه اخ عدنان ماخذ بنته. وش قال تذكرون الشايب اللي دربه وش يقول؟ ميد فارس وشيخ قوم. المهم انه صار الشيخ على القوم ومن ذا الحكي ودعا عدنان الصدق اني نسيت زبدتها وش صار. اتوقع انه تزوج عدنان ومن ذا الحكي وهذه السالفه اللي تذكرتها. صح لسانك. صلوا على النبي. على نهاية نسيتها. يا ويلي جاي صندوق هنا. ايه اشوف ذا يقول كذا. والله جاي صندوق. سلم على طاري القصيد على طاري انزح مشعل اخبارك ايش تبي؟ هذا يحترين يخلص عشان يرقد. اي انا ما بغيت تعرف هو البيت اللي يقول وين وين عيط الناس تبغي؟ ارجع وراك. ما يمدي. خلاص خلاص. لا يجيبها هذه وحده شاعره. ممتازة شاعرة طال عمرك اسمها نورة. والله اني حافظ القصة. انت ورا ما خليتها قد قد عشان ورا ما تخلي قدها. اسمع القصة دي حلوة حلوة والله في غزل. اسمع اسمع تخيل اني هزم قدام الناس. هم القصيم خايف. انا سمعت لها من القصيم. بس انا اظن هم من القصيم. لا بس اللي كاتب كتاب شمالي ادري ممكن يمكن المهم الرجال عبود ذا تزوج نوره حقت يا عين صح عبود ولا عبد الله اسمع عبود اللي صافي الدم تزوج نوره اسمع ومشت السنين وجاء عليها جاء عليها بنتين ولد بنتين ولد ولدين وبنت ولدين وبنت ولدين وبنت حوشان وطمران ومنيله والمره تشتكي من زوجها حار وعجل جاء من يوم من الايام حصل بينهم خلاف قالت طلقها المهم الرجال راحت بيتها اخذت برعانها الرجال تحسب تاكل الحرب البنت بنت عود تسر الحلبل وتحلبل الغنم وتسقي المزارع مشي امور المزارع سيده عز الله انها ندي انا اشهد والرجال تحسب لها تاكل وتشرب فغنى له والله انا صبر صبر ام غنى له بيتي قال يا من القلب نحب نوره تغشله شلون؟ يا من القلب نحب نوره تغشله يومي به وما يلهوى للشراعي ام نمت عندي وانت نبات ملقاه ما سج عن طريال وكواعي قلبي غدا قلبي غدا بهداه ما يعرف دواه وان جاه من ينهاه طقه جلاعي عليك يلي كن وضحن ثناياه برد قنوف يوم هلا انه واعي اللي تعرف الحب هو ايش معناه وخلف ولا ولف ولا نزاعي الله مشت الايام طال عمرك الرجال يب قوموا ايوه يبغى يواجهها المهم انه واجهها عند جالسه ترتوي سلم عليها وسفاهته ما ردت وزادت ايوه وزادت ما هي رد سفاهته عشان تاكل حره ويعرف قدر الكلمه يطلع منه قيمته المهم طال عمرك ورجع بيته مفرع في راس جبل عند مزرعته مزاد غنى صوته هوجي قال امس الضحى عديت راس الجذيبه لا عد مرقاها حضر كل ما غاب الدم من عيني تزايد صبيبه صبيبه محنا بنت علا سكاب امتي يا اخواني تراني صويبه تراي عند منقش الكف بخضاب زاوي حشاها من البتوت اللبيبه مستقطع مستقطع النزين عند العرقاب المهم الرجال طال عمرك خططيب الشيبان يبغون نوره وعيت ويقول عن اغراض من البقاله ويجيب لها من عنده بدايه التشويك ايوه تقرب الرجال يبغى اسمه المره نوره فقال
ايش رايك تاخذيني؟ قالت ورا ما ورا ما تلف. انت ورا ما تنقلع. انت ورا ما تنقلع. انا برجع زوجي ان شاء الله. و وطردتها من عند الباب ساقته. ترى اني اختصرت واجد والله. اسلم الاذان حبيبي. قال طال عمرك يوم درى الشايب وسفات الشايب قالت قلبي يحب صويح بيمير كوين. مكوى الجرح بهقى بدمه. ابغيه لو هو يطبخ القلب ضمه ولمه يا حلو قوله يا حلو قوله ايش يا ويش تبغينا حلاوه من الولع المغاي على امه. اللهم انشطر اللهم انشطر اللهم انشطر احلى من الورع يا حلو قوله ايش يا ويش تبغينا حلاوه من الولع المغاي على امه. الاغاغه يا ولد صغير. تعال تارك اسلم الاذان بيذن. من قال اسلم طال عمرك فاس فسمع من هالابيات ذي طال عمرك. فقال خال عبود راح عند ولد اخوه اللي هو اسمه خالد بن محمد. انا ما ادري على القصه دي هي لان احس انها غلط. قال اباك تزوج المره بعد تطلقها. التحليل ما ادري التحليل مش عشان تحل له. ايوه خذها وتولع فيها ما تطلق. خذها طال عمرك كمل بكم. عجبت البنت. فخذها طال عمرك وجبها في بيت في البيت حقه جنب مزرعه عمه. المهم طال عمرك المره حتى اللي عنده ما تبغى بس هي على من انها بيطلقها تمشي لين بيطلقها. المهم طال عمرك تعيا مره عيا تفرع مع الجبل. الله.